الصمود والحقوق ستعود، وحدة والصمود والحقوق ستعود، وحدة والصمود والحقوق. مدير يا مسؤول يدينا مسدودة، يبرهم مسدودة، يدينا مسدودة، يبرهم مسدودة، يدينا مسدودة، يبرهم مسدودة، يدينا مسدودة، يدينا مسدودة، يبرهم مسدودة. حوار المدير ناعس في الدار، لا وسط لا حوار، المدير ناعس في الدار. أولياء تلاميذ التعليم الخاص جهات الشرق، نحييكم ونشد على أيديكم فرضا فرضا، لأنكم تكبدتم عناء الالتحاق بهذا الشكل النضالي الحضاري والسلمي من أجل فلذات أكبادنا. ننحني للروح المواطنة فيكم، لأنكم رغم كل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها علينا جميعا هذه الجائحة، تأبون إلا أن تسمعوا أصواتكم للمسؤولين في هذه الجهة بشكل حضاري تسير بذكره الركبان. بالوحدة والتضامن بالوحدة والتضامن. التاريخ سيسجل التاريخ في هذه الجهة تحديدا، أننا جميعا لم نستسلم ولم نستكين لجور وظلم المدارس الخاصة علينا وعلى فلذات أكبادنا. وسيسجل التاريخ أن المدارس الخاصة وفيروس كورونا تحالفا معا على جيوب الآباء والأمهات في هذه الجهة بشكل يضرب عرض الحائط الروح التضامنية التي عبر عنها الشعب المغربي قاطبة بقيادة جلالة الملك. سيسجل التاريخ تجاهل المسؤول الجهوي الأول عن التعليم خلف هذه الأسوار، أسوار الأكاديمية لأصواتنا. لقد نسي أو تناسى هذا المسؤول أنه هنا من أجل أن يسهر على راحة المعلمين والمتعلمين بالدرجة الأولى، وأن إنصاته لشكاوي المواطنين والمواطنات هو من صميم واجباته التي سيحاسب عليها أخلاقياً ومهنياً ويوم يقوم الأشهاد. إن أمانة التعليم أمانة عظيمة، فإن حفظت رفعت الأمم، وإن ضيعت انحطت الأمم. ونحن جميعاً هنا نقف لنقول لا، لا لتضييع العلم، لا للتعامل مع العلم كسلعة تباع وتشترى، لا لتجاهل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، لشكاوي المواطنين والمواطنات. بغيناه يكون بالوحدة والتضامن، بغيناه يكون بالوحدة والتضامن، بغيناه يكون.